وسهلا حياكم الله، من زمان ما سالفت عليكم ولا لا، بعلمكم سالفة طريفة حلوة علمني بها واحد هو البطل. يقول انه في يوم من الايام كلموني ناس قال الحق ابو فلان طاقت امرته الحق عليه. يقول والله يجي وانا فيه قال ودوا للمستشفى. يقول رجال مو بصير عمره حل مزبلين على 90 وامرته ذي شابة من واحدة من البلاد العربية. والله سالحي يقول لقيت الرجال مودينا للمستشفى من كسر فيه ضلعين المرأة طاقتها. يقول الشاهد في الأمر جيت لقيته يبغى يطلقها ويبغى يخلص، عمره يمكن بحدود 28 البنت أو داخلتنا 30 أو حوله، ورجال مثل ما ذكرت لكم هو صغير. المهم يقول قال ما بيها ومدري إيش وهو إلى آخر. قلت خير إن شاء الله، وبدينا في إجراءات إنها العلاقة والطلاق، الرجل ما يبي الحرمة. يقول أوينا هذا من جماعة الشايب. المهم يقول ورحت وجيت وجيت ورحت وحطيناها عند ناس وحطينا لها مصروف وبدينا في إنها إجراءاتها وإلى آخره. يقول ما يحتكبها ويوديها ويجيها إلا أنا. أوينا هذا من جماعة. يقول اكتشفت إنها دابغتنا الشايب بقوة. سألتها ليش؟ قالت يا ابن الحيوان يمزح معه. من غير قلت بتشذي وقلت شايل تمه فوق وما صرت تمزح مع رجال مجبرين على 90 كاسرتهم في ضلعين. يقول لك يقول انا اجراءاته وقالت بروح لاهلي. يقول معها وليد صغير. يقول والله حجزنا لهم وراحوا. يقول بعد فتره دقت علي قالت انا بجي. يقول لا والله يا مطرى علي بالي. قلت انا وطرى على بالي قلت ليش انا ما عرس عليها. يقول أنا يقول كلمته ووافقت ورتبنا الامور. يقولوا ما ادري والله وراح لهم ولا هذا من الرجال عقد وكتب كتابه وقال له تعالي. ويوم جاء الموعد المحدد راح للمطار وجابها. قريته صغيره وداها للديره. يقول وقالت بحط الولد عند هذا. يقول انا قلت طيب. يقول راح نحط البزير عند يقول بزيري بامه. يقول يصح. يقول هالديره كلهم مجتمعين خلوه يروح معكم وخلوه ويتبي تنزل تبي تنزل البزير برجالات يمه وما بقى واحدة في الديرة ما درى. يقول المهم خذنا حطينا البزر وخدت المرة. يقول وديته. يقول أنا ما أخذ لي شقة. يقول وديته. يقول مزبلين على المغرب كنا بنصلي المغرب وهي معزومة عند حريم. يقول المهم صليت المغرب. يقول أنا آمن بها أنا الإمام. يقول لهم صليت المغرب رانها وراي. يقول هي تبي تمزح معي. يقول أنا ما انتبهت. يقول هو يتشيل بي وتمسطني. يقول عظيم إني ما أدري شو يقول. بيجونا كبار مرت انتبر تنطول. يقول مصيبة. يقول ما هي باينة. يقول تمزح معي. يقول أنا أصيح بالفكة وي ما سكتني تمزح. يقول ما ادري لاني سطرتها كيف هو اول انسان اسطر الكف في حياتي. المهم اليوم حسيت بالسطر والكف. يقول تقوم تصيح انت ما ادري ايش وانت ما ادري ايش. قلت صحيح انت. قلت بمزح معك وش تمزحين معي. قالت انا اصلا سويت كذا مع الشيبه. كسرت ضلع الشاي بالطريقه دي. لا حول ولا قوه. قال سجل ودني للعزيمه. يقول في ناس مسويين لها عزيمه. يقول وروح اوديها للعزيمه. يقول تعشت عندهم استانست. يقول اخذتها. يقول قالت انت برضاوه. قالت انا شايفت عندهم في الاستراحه بريد وابي مثل هالبريد سانك تبي تراضيني. قلت ابشري كانها على بريدز ما هي مشكله. يقول ونروح محلات المعين في الدير في محله كل محل نجيهم ورونا على بريدز اللي عندكم. قالت تقول لا مو بذا لا يجي شكله كذا لا. وسر يا ليل هم يدورون البريدز. قلت ابشري والله هم لقوا البريدز الا ما لقوه. يقول رديت يقول قلت ها مش صار؟ قال يا اخي جلست عندي 8 ايام. قلت يا رجل والله العظيم. قلت ورا والله هم لقوا.
معقولة 8 أيام وطلقت المرة؟ قال لي والله. قلت ليش؟ قال يا أخي غارت علي مرة ثانية. معقولة؟ يبدو والله العالم إنها ادبغته مرة ثانية، الشاهد في الأمر. يقول شير، يقول أنا صغير عندها. يبدو والله شوية ما عافها عبث. يقول والله طلقت وراحت بريدزها.